نتكلم في ذوز نقاط يعني باختصار. النقطة الأولى هو مسألة هناك يعني عربدة يمكن نجم نسميوها ولا تبوريب ولا شو نجم نسميوها نتاع بعض الأشخاص اللي يمشيوا الباركينج يبقى تاع بلدية يجيوا غادي ويحبوا ياخذوا الفلوس بالسيف مع عند العباد، واللي ما يخلصش الباركينج ينجم يكون مهدد حتى في سيارته. واخيرا يعني غير بعيد عن القصر الجمهوري خاصيه الرئيس في يعني قرب شاطئ امريكار، يعني مجموعه حاطين برميل في وسط الكياس مسكرينه، واللي يتعدى لازم يخلص كاني اتاوه. انا رجعنا كنا قطاع طرق تاع قبل، يقولوا هما انه عندهم ترخيص مع عند البلديه، لكن البلديه اذا كانت ترخصك في الباركينج ما ترخصلكش باش تسكر الكياس برميل معناها. ومش بعاد يعني على الامن، يعني الامن كان